أطلقت وزارة الصحة اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وتستمر حتى 30 من شهر مارس الجاري بجميع محافظات الجمهورية. وتأتي الحملة في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا أيضا على مصر خالية من المرض من خلال 45 ألف فريق طبي بإجمالي 90 ألف فرد. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لإنجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان التطعيمات. جاء ذلك خلال إعطاء المحافظ إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بحضور عدد من مسؤولي منظمة اليونيسف. في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، انطلقت في القاهرة ومحافظات الجمهورية الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي تستمر حتى 30 من مارس الجاري. الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر. الحملة بدأت من اليوم ومستمرة. احنا عندنا في القاهرة هيتم تطعيم 1,750,000 طفل في 4,000 فرقة يعني متحركة. في عندنا 200 مركز صحي ثابت لتلقي التطعيمات. التطعيم موجود ومتوفر في يعني لفترات طويلة. نرجع بس أولياء الأمور يعني إن هم يعني يسرعوا الأمهات إن هي تتقدم فعلا بتطعيم يعني أولادهم. الحملة يشارك بها 45,000 فريق طبي بإجمالي 90,000 فرد مدربين على أعلى مستوى، كما يشارك بالحملة فرق الإشراف المركزية في الوزارة والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية. النهاردة في حملة تطعيم شلل الأطفال من سن يوم لسن 5 سنين. طبعا بيبقى الوافدين علينا ما شاء الله كتير، لان احنا في يعني منطقه سكنيه كويسه. النهارده اول يوم في التطعيم وجينا سهل جدا، دخلنا وطعمنا وكويسين جدا ومعامله حلوه جدا هنا، مفيش اي مشاكل خالص. حتى الاطفال كمان انا يعني حفيدتي لما بتتعب انا باجي هنا للدكاتره يكشفوا عليها وبيدوها الدواء. الحمله لا تقتصر فقط على المراكز الطبيه والوحدات الصحيه، وانما تجوب المنازل بالمحافظات والقرى والمناطق النائيه، بالاضافه الى اماكن التجمعات والاسواق والميادين الكبرى ومحطات القطارات ومواقف الاتوبيسات ومحطات المترو والمولات التجاريه. شهد محافظ مطروح خالد شعيب انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستمر حتى 30 من شهر مارس الجاري. ويبلغ عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة 122,835 طفلا، ويتم تطعيمهم من خلال 410 فرق طبية و350 فريقا متحركا و60 فريقا ثابتا. احنا استعدينا في محافظة مطروح هنا جيدا لهذه الحملة. ممكن دائما تكون عندنا مضادات لمثل هذه الحملات داخل المحافظة. كان استعدادنا من خلال توفير جميع وسائل النقل طبقا لطلب مديرية الصحة بمطروح، لتوفير وسائل النقل لجميع الفرق الطبية سواء الثابتة أو المتحركة. احنا عندنا ما يقرب من 410 فريق طبي، منهم 60 ثابت و 350 فريق صحي متحرك. كما شهد محافظ بورسعيد عادل الغضبان انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف تطعيم أكثر من 1,000,000 طفل وطفلة على مدار 4 أيام بمشاركة 350 فريقا طبيا. النهارده احنا موجودين في مديريه الصحه عشان نشوف حمله التطعيم لشلل الاطفال. النهارده احنا مستهدفين في خلال 4 ايام 110,000 طفل، بيخدمهم اكثر من 301 فريق طبي منتشر في كل انحاء محافظه بورسعيد. الحمله دي لكل الاطفال الموجودين على ارض مصر سواء مصريين او غير مصريين. الحمله مجانيه طبعا تماما، موجوده في كل المراكز والوحدات التابعه لهيئه الرعايه الصحيه، 35 مركز وحده ما بين الاحياء الجنوب والشرق والغرب وجوه المدينه بإذن الله. موجودين مع حضراتكم لحد الساعة 8 في بعض المراكز، موجودين عن طريق الفرق المتنقلة بإذن الله 350 فرقة، وإن شاء الله نوصل ل 101,500 طفل يتعاملوا ضد شلل الأطفال وتظل مصر خالية من شلل الأطفال. حقيقة مديرية الصحة ووزارة الصحة لأكثر من 518 فريق عمل غير الوحدات الثابتة والمتنقلة
اتمنى باذن الله ان احنا نحقق المستهدف هو اكتر من 500,000 في كافه مراكز محافظه كفر الشيخ، والاهالي يتوجهوا. احنا اعلنا في خلال الايام الماضيه وهنواصل الاعلان في الايام خلال الايام الحاليه لتحقيق المستهدف. هنخبط على كل باب وهنستهدف الاطفال من سن يوم لسن 5 سنوات. انا بناشد كل اهالي كفر الشيخ حفاظا على صحه اطفالهم ان هم يتوجهوا لاي نقطه ثابته يلاقوها جنبهم، والنقاط الثابته كتير في كل الوحدات اللي موجوده في كل المراكز وكل القرى، وكذلك احنا اللي يستجيبوا للفرق اللي بتخبط على الباب عشان دي لمصلحه اطفالهم من سن يوم لسن 5، وان شاء الله نطعم كل المستهدفين باذن الله. احنا النهارده بندشن الحمله القوميه لتطعيم ضد شلل الاطفال مع السيد وكيل وزاره الصحه بالدقهليه. عدد الاطفال المستهدفين 1,000,000 طفل تقريبا. احنا عندنا اكثر من 600 اطقم متحركه لتطعيم الاطفال على مستوى المحافظه، ده بالاضافه الى جميع الوحدات الصحيه اللي بتقدم التطعيم. الحمله بتستمر 3 ايام من النهارده وكمان يومين بعد كده. الحمايه من ظهور اي حاله لاطفالنا في شلل الاطفال اللي هي الحمد لله احنا ما بنشتغلش بناء على وجود حالات موجوده، لا الحمد لله احنا بنعمل نوع من انواع الوقايه في جمهوريه مصر العربيه للمصريين ولا والاجانب المغتربين على ارض مصر، وان شاء الله ربنا يوفقنا وننتهي من هذه الحمله بخير باذن الله. وانطلقت في محافظة بني سويف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد يوسف إن الحملة تقام على مستوى الإدارات الصحية 795 مركز تطعيم. أطلقت مديرية الصحة في بني سويف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات داخل مراكز ومدن المحافظة من الوسطى شمالا وحتى الفنش جنوبا. تقوم الفرق بالتطعيم في المراكز الثابتة ومن منزل لمنزل بإجمالي عدد 1,571 فريق. العدد المستهدف للأطفال الذين سيتم تطعيمهم تقريبا 575,000 طفل في هذه المرحلة العمرية.